السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو أنا عندي جزء معين وعايز أخفيه بماتيريال مختلف، تمام؟ هنضرب مثلا لو أنا عندي كاميرا وعايز ممكن أديها لير لجزء معين منها، عايز أدي فينش لجزء معين وهكذا. طيب خلينا نرسم الوول. هرسم الوول في الليفل 1 معماري اهوت، وهقول له ارسم لي لحد ليفل 2. اختار نوع الحيطة وليكن مثلا الحيطة ديت جينيريك، ماشي جينيريك اهيت. تمام. طيب في فينش موجود اهوت، خلينا نعرف نوع الماتيريال ايه. هنا اعمل سيلكت اديت، طيب اديت ده الفينش اهوت. طيب عشان نرسم الكاميرا مظبوطة لازم ادخل على ليفل 2 ستراكشر واقول له بيم، وابدأ اختار الحاجة اللي انا عايزها وارسمها مثلا من هنا لهنا بالشكل دوت. تمام. طيب في ماتيريال في الكاميرات او في ماتيريال هنا ستراكشر ماتيريال، ممكن تيجي تحط الماتيريال زي ما انت عايز. طيب بفرض ان انت عايز ماتيريال معينة، ممكن تكون انت مثلا عايز الجزء اللي تحت، مش عايز، عايز ان دي تكون ستراكشر، يعني انت عايز تعمل شغل مظبوط زي الفل، يبقى ده ستراكشر والدهان حواليها. بس انا هنا ما عنديش الامكانيه دي، ما عنديش ان انا اعمل ليارات في قلب البيم. طيب هعمل الموضوع ده ازاي؟ خلينا نخش كده في اركتكتشر واقول له كومبوننت واقول له موديل ان بليس، واختار ان هو ستراكشر ستراكشر فريمينج اهوت. تمام اوكي. وبعد كده هاجي اقول له سويب، تمام، وابدا اقول له انا عايز المسار بتاعي بيك اباص، هو المسار بتاعي من هنا لهنا، وخلينا نكون ادق شويه. تمام. هقول له دي ممكن تختارها وتخليها من هنا لهنا، من اول حته لاخر حته. تمام. وبعد كده هقول له اوكي، واقول له ان انا عايز ارسم البروفايل بتاعي، وخلينا نرسم البروفايل من الجهه ديت. انا عايز اشوف الكاميرا، فهقول له خليها واير فريم، وهقول له انها بالشكل دوت، وهقول له انها اوفست مثلا 20، وهقرب واروح دايس تاب عشان تيجي من اولها لاخرها بالشكل دوت. وبعد كده هرسم بس خط من هنا لهنا ومن هنا لهنا. تمام. فده هيبقى الدهان اللي هتحط. انا بحاول اوصل ان انا اعمل نفس الحاجة اللي هتتعمل في الشغل الحقيقي، فهقول له شدت. تمام. خلي بالك ده اللي هيبقى الدهان وده اللي جوه. الدهان ده مجرد بس هديله الماتيريال هيبقى بالشكل دوت. فلما تيجي تحسب الكميات هتلاقي الكميات بتاعتك مظبوطة، تمام، مش هيحسب لك في قلب الدهان الجزء اللي جوه.